السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير متابعين ومشاهدين معايا في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هكمل مع حضراتكم سلسلة تجهيزات رمضان بالنسبة للعصاير. هعمل النهاردة ان شاء الله مع حضراتكم شربات التمر الهندي المركز. مكوناتنا سهلة وبسيطة. معايا ان شاء الله نص كيلو من التمر الهندي زي ما حضراتكم شايفينه، ده خام. هنزل عليه بلتر ونص من المية. هاخد الكلام ده كله وراح بيه على نار متوسطة وارجع لحضراتكم. بصوا كده معايا حضراتكم بدأ يغلي ازاي معايا وفك معايا ازاي. ابدأ بعد كده احسب بقى بالساعة معايا، هسيبه ربع ساعة بعد اول غلوة يفك خالص، ثمرة التمر الهندي تستوي معايا، بعد كده ارجع لحضراتكم. بعد ما استوت ثمرة التمر الهندي زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله، هبدأ اصفيها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. اقلب كده واضغط عشان انزل كل العصاره اللي موجوده معايا في التمر الهندي بقدر المستطاع. اخلص بقى الكميه كلها بالشكل ده واوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده معجون التمر الهندي بخيره ازاي. شايفين كل دي عصاره انا لسه محتاجه منها شويه. هعمل ايه؟ هنزل كده بسرسوب ميه صغير، بسم الله، مش كتير، انزل شويه من المعجون ده، وبعد كده هاخد ما تبقى من المعجون ده على الحله تاني وهمره بالميه واغليه. بعد ما صفيت كده قدام حضراتكم هبدا انزل عليه بكيلو ونص من السكر، بسم الله، ما يعادل 7 كوبايات من الاكواب المعياريه الكبيره. وهروح كده على النار واوطي عليه النار واسيبه كده ياخد ويدي مع بعض وارجع لحضراتكم. بدا يغلي معايا زي ما حضراتكم شايفين. هبدا انزل عليه بربع معلقه صغير من ملح الليمون وكمان عصير ليمونه، واقلب الكلام ده كله. وزي ما اتعودنا في العصاير اي ريم هيقابلني بالشكل ده اجيبه كده على جنب واقشطه كده بالراحه وعلى الحوض واطلعه. وادي كمان ما تبقى من ثمره التمر الهندي زي ما حضراتكم شايفين، ضفت له ميه، غمرته بالميه يعني غطيته بالميه واديته غلوتين على النار بقى بالشكل ده. بعد ما اصفيه ان شاء الله واحط عليه السكر هيديني شراب التمر الهندي. خلص الشربات معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين قوامه سائل ازاي. طبعا حضراتكم عارفين لازم قبل ما انزل الشربات لازم يكون الازايز متعقمه كويس جدا. تعالوا بقى اعمل مع حضراتكم كوبايه كده، بسم الله، هحط ربع الكوبايه شربات والتلات ارباع ميه ونشوف، بسم الله. سيب مساحه للتلج بس، انزل بالتلج كده بالراحة. مش قادرة اقول لكم يعني ريحته وطعمه، انا دوقته قبل ما اعرضه لحضراتكم، مش عايزة اقول لكم يعني مفيش مقارنة خالص نهائي بينه وبين اللي بشتريه من بره. زي ما حضراتكم شايفين، شايفين اللون، طعم ملوش حل ولونه حلو قوي. طب اخد مني قد ايه على النار التاني مرة؟ اخد مني ربع ساعة بقى بالقوام اللي حضراتكم شفتوه وانا بنزله. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. ان شاء الله هسيب لحضراتكم المقادير كلها في صندوق الوصف. كل عام وحضراتكم بخير. شكرا ليكم. أسما فود.